السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بيكم في حلقة أخرى من Embedded Systems Minutes ESM. في الحلقة السابقة شفنا أبسط تكنيك على الإطلاق ممكن تقوم باستخدامه علشان تعمل Capacitive Touch Sensing. الحلقة اللي فاتت شفنا التكنيك رقم واحد اللي ممكن تقوم باستخدامه بدون ما تستخدم Hardware Specific لل Capacitive Touch Sensing زي الموديولز اللي احنا شفناها في الحلقة السابقة اللي هي اللي من تحت دي، وكان فيها Presentation لل Capacitive Touch Sensing Technology، وشفنا فيها Hardware Modules مختلفة من شركات مختلفة بتدعم الموضوع ده، واتفقنا ان احنا هنشوف الموديولز الهاردوير دي ان شاء الله. ولكن مبدئيا وفي كذا حلقة هنشوف كذا تكنيك عشان نضيف Capacitive Touch Sensing Capability للمايكرو كنترولرز اللي مش فيها الهاردوير. الحلقة السابقة كانت رقم واحد والحلقة دي هي رقم اتنين. ولكن يا شباب، في الحلقة اللي فاتت انا في حتة برضو حابب اوضحها شوية، يمكن خناني التعبير في الحتة دي وانا بوصف الخط ده، ان هو الخط الفاصل ما بين لوجيك هاي ولوجيك لو. الخط ده هو عند 3 فولت، دي بداية اللوجيك هاي، من 3 لحد 5 ده يعتبر اللوجيك هاي، واللوجيك زيرو زي ما شفنا في الكاركترستكس بتاعة الداتا شيت تقريبا لحد 1.4 فولت ده يعتبر لوجيك زيرو، وابتداء من 3 فولت لحد 5 ده يعتبر لوجيك هاي، والحتة اللي في النص ما بينهم دي تعتبر اندر ريمايند، وده علشان انت بتشتغل بديجيتال اي اوبنز. كنا بنشتغل بديجيتال بنز وكنا بنديها انالوج فولتج، ولما الفولتج ليفل يدخل في الحته دي بتعتبر ميتا ستابيليتي، احيانا ممكن تدي لوجيك هاي. حبيت بس اوضح الحته دي، وكده كده طالما طلعت البن دي هاي فعاجلا ام اجلا البن دي برده هتطلع هاي، واحنا بنستخدم تايمر موديول عشان نعمل قياس لزمن الشحن، وفي حاله التاتش الكاباسيتنس بتزيد وبيزيد معاها برده الزمن المطلوب للشحن، وعلشان كده كنا بنختار ثريشولد معين. فالطريقه اللي فاتت دي كنا بنستخدم فيها ديجيتال اي اوبنز، الطريقه بتاعت النهارده دي طريقه انالوج، هنشوف فيها ازاي نستخدم الانالوج كومباراتورز عشان نيمبلمنت كاباسيتيف تاتش سينسينج سيستم. فدي الحلقه رقم 2، وده التكنيك رقم 2 اللي ممكن تقوم باستخدامه واللي في بعض الحالات قد يغنيك عن هاردوير سبيسيفيك للكاباسيتيف تاتش سينسينج. وطبعا الانالوج كومباراتورز دي متوفره في معظم المايكرو كنترولرز، مايكرو كنترولر زي ده مثلا في 2 انالوج كومباراتورز، وفي برضه بعض المايكرو كنترولرز بيكون فيها 6 لحد 8 انالوج كومباراتورز، ما اعرفش صراحه اذا كان في اكتر من كده ولا لا، ولكن كل الكومباراتورز ممكن تستخدمها في الكاباسيتيف تاتش سينسينج. تعالوا نشوف بعد كده الميثودولوجي او الفكره بتاعه التكنيك ده. ببساطه احنا هنعمل نفس اللي عملناه في الحلقه اللي فاتت، هيكون في اي اوبن هنعمل بيها تشارجنج للالكترود عن طريق ار اس او الار سنسور، ودي بنختار القيمه بتاعتها عاليه علشان نتحكم في زمن الشحن، والانالوج فولتج اللي هنا بدل ما كنا بناخده على ديجيتال اي اوبن هنا هناخده على الانالوج شانل المتوصله انترنالي بالانالوج كومباراتور. والانبوت الثاني للانالوج كومباراتور واللي بيعمل ليه مقارنه هنختار السورس بتاعه يكون من السي في ار او الكومباراتور فولتج ريفرنس. السي في ار ده هاردوير موديول بداخل مايكرو كنترولر برده بنظبط بيه الريفرنس اللي الكومباراتور ده بيعمل بيه مقارنه، وهنستخدم تايمر موديول عشان برده نعمل قياس للزمن. يعني نفس الكلام برده هنعمل شحن للالكترود وهنعمل قياس للزمن باستخدام تايمر موديول. تمام، في حاله النون تاتش هيكون ده شكل الكيرف اللي بتمشي فيه عمليه الشحن، ولما الفولتج على الانالوج شانل يعدي الثريشولد او يعدي الفاليو اللي بيقارن بها الكومباراتور، تمام، دي اللي هي الفي سي في ار، ده اللي هو الفولتج بتاع السي في ار، لما يعديها مباشره هيتغير الاوتبوت بتاع الكومباراتور وده هيديني انتربت سيجنال، هروح طافي التايمر واخد الزمن واقارن الزمن ده برده واشوف اكبر من الثريشولد ولا لا. وفي حاله ان حد عمل تاتش الالكترود فقيمه الكاباسيتنس دي هتزيد، وبالتالي الكيرف هيكون هو المخطط ده، فهيزيد معاها برده الزمن المستغرق علشان نعدي الفي سي في ار، وزياده في الزمن دي بنعرف بيها اذا كان في تاتش ولا لا. بالنسبه للهاردوير يا شباب بتاع اللاب ده هيكون هو هو بدون اي تغيير عن الحلقه اللي فاتت، هيكون في ديجيتال اي اوبن متوصله بالار سنسور، الكاباسيتنس الاضافيه دي انا بضيفها عشان ارفع البيز كاباسيتنس، ولكن طبعا انت ممكن ما تحطهاش مفيش مشاكل. وبعد كده هنوصل الالكترود على البين دي، او بلاش، طب ممكن نغير اللون، الحلقه اللي فاتت كان الكابل اخضر، الحلقه دي تعالوا نخليه ابيض عشان الناس تحس ان التكنيك مختلف. وطبعا هنوصل هنا الالكترود بتاعي، وممكن اغير كمان، ممكن اغير الليد برضو، نغير اللون بتاعها وبس، مفيش اي شيء تاني هتغير في الهاردوير. وطبعا ما ننساش يعني ان الانالوج شانل من الالكترود هتاخد سلك وتوصل على الانالوج شانل انبوت بتاع الكمبيوتر، دي هخليها الانالوج شانل زيرو، وهنشوف الكلام ده مع بعض في الداتا شيت واحنا بنعمل امبلمنتيشن. ولكن خلونا نبص بصه سريعه على البروسيجر. هان ديزاين وين كونكت الالكترود على اي ديجيتال اي او بين باستخدام اللارج ريزيستور اللي هي الار اس. في الخطوه الثانيه بنكونفيجير الريكوايرد بريفرلز الاي او بين اللي هنستخدمها للاوتبوت اللي هي تشارج بين، وبعد كده الانالوج كومباراتور موديول والسي في ار بتاعه، وبعد كده التايمر موديول واليو ارت تيرمينال عشان برضو نشوف قيمه الثريشولد اللي المفروض تكون فيه. رقم 3 عشان تعمل ستارت للاكوزيشن بروسيس هتعمل سيت للتشارج بين، هتطلع البين دي هاي عشان تبدا تعمل شحن للكاباسيتنس،
وفي نفس اللحظه برضو هتبدا التايمر موديول عشان يبدا يعد الزمن، وتفضل مستني لحد ما الكمبارتور يديك سيجنال ان حصل تشينج على الاوتبوت بتاعه. ممكن تعمل بلوكينج وايل لوب وتفضل مستني برضو زي ما شفنا في الحلقه اللي فاتت. انا هعمل كده في الكود، ولكن ممكن تشغل انتربت بتاع الكمبارتور وتستجيب للانتربت سيجنال دي. اول ما يحصل تشينج هيعمل انتربت، وفي الانتربت سيرفيس روتين تروح تطفي التايمر وتاخد الزمن وتعمل الكلام ده. فيستحسن طبعا انك تمبلمنت انتربت سيجنال وتستجيب ليها. والخطوه الرابعه والاخيره، لما الكمبارتور اوتبوت يحصل فيه تشينج، في اللحظه دي هتعمل ستوب للتايمر، تاخد عدد التكات بتاعه التايمر، هتقارنه بالفيكسد ثريشولد عشان تحدد اذا كان فيه تاتش ولا لا. وفي نفس الوقت برضو عدد التكس ده هتعمل ليه ترانسفير على اليو ارت تيرمينال عشان تشوف القيمه دي. الخطوه دي بنعملها بس اثناء التستنج والديباجنج عشان تعمل ضبط للثريشولد، وبعد كده ممكن تشيل الخطوه دي. وتعالوا نروح على الكمبيوتر مع بعض نعمل امبلمنتيشن للسيستم ده، وبعدين نعمل ليه تستنج. الكود بتاع السيستم ده مشابه الى حد كبير للي عملناه في الحلقه اللي فاتت. كل الاختلاف ان احنا هناك كنا بنستخدم ديجيتال بين، ولكن هنا احنا هنستخدم انالوج بين على الانالوج كومبارتور. والانالوج كومبارتور ده هو اللي بيديني سيجنال ان الفولتج ليفل عدى الثريشولد اللي احنا اتفقنا عليه، وعند اللحظه دي بنعمل ستوب للتايمر موديول. يعني بنبدا شحن للالكترود وفي نفس الوقت بنبدا تايمر، ولما الكومبارتور يديني اوتبوت تشينج عند اللحظه دي هروح اعمل ستوب للتايمر واخد قراءه التايمر دي واقارنها بالفيكسد ثريشولد ونشوف عدى ولا لا، وعلى اساسه بنحدد فيه تاتش ولا لا. فدي الخطوات بتاعه البروسيجر للسيستم ده. اول خطوه هنديزاين وكونكت الالكترود باستخدام الريزيستور اللي هي ار اس دي، والخطوه الثانيه بعد كده هنكونفيجر البريفرلز اللي احنا عاوزينها، الاي او بين اللي هنستخدمها للتشارجنج، والكومبارتور والسي في ار بتاعه، والتايمر موديول واليو ار تيرمينال. دي الخطوه الثانيه. تعالوا نشوف الكلام ده في الكود. في حاله التاتش انا هعمل توجل لحاله ال اي دي، فانا هنا موصل ال اي دي على ار بي 0، والتشارج بين عندي هي سي 1، ودي ال اف او اس سي، والثريشولد فاليو انا هنا مختارها ب 2500، لان خلال التستنج القيمه اللي كان بيبعتها لي التايمر اللي هي عدد الكاونتس في حاله عدم التاتش كانت حوالي 1400 تقريبا، وفي حاله التاتش بتزيد بتوصل 3000 لحد 5000 تقريبا، فاخترت الثريشولد يكون 2500. البفر ده اللي بنحط فيه الرساله بتاعه اليو ارت بنستخدمها في الديباجنج، والتكست ده اللي هو عدد تكات التايمر. انا هنا عامل الفاريبل ده 16 بت بفرض ان مش هيحصل اوفر فلو. لو التايمر كان بيعد بسرعه، سواء كانت الاف او اس سي اعلى او البري سكيلر اقل، او لو الكاباستنس اصلا عاليه، فممكن يحصل اوفر فلو في التكست. ففي الحاله دي لازم تاخد بالك من الانتربت سيجنال بتاعه التايمر. دي الفانكشنز اللي هنستخدمها في السيستم. بتعمل انشيلايزيشن للسي في ار وللكمبارتور وللتايمر ولليو ارت، والتاتش سنس دي هي الفانكشن اللي بنستخدمها عشان نعمل اكويزيشن او عشان نشوف الحاله بتاعه الالكترود سواء كان في تاتش ولا لا. بعد كده في عندي المين فانكشن، دي فيها اول خطوه من البروسيجر وهي الانشيلايزيشن. بنعمل انشيلايزيشن للاي اوبن والسي في ار والكمبارتور والتايمر واليو ارت. الخطوه الثانيه بعد كده هي ستارت ذا اكويزيشن بروسيس باي سيتنج التشارج بين، وانك تبدا برده التايمر موديول. دي الخطوه الثالثه، هنطلع البين دي هاي ونبدا نعد بالتايمر. تعالوا نبص عليها في الكود. هنعمل كل التاتش سنس فانكشن، ودي امبلمنتد فيها الخطوتين 3 و4 من البروسيجر، فهننزل عليها، هي اخر فانكشن من تحت. كل الفانكشنز دول هم بتوع الانيشاليزيشن. دي بتانيشيت السي في ار، دي بتانيشيت الكومبارتور. الكومبارتور فولتج ريفرنس ده انت بتختار بيه الفولتج ليفل بتاع الفي سي في ار. شايفين يا شباب الخطه ده، انت بتختار المكان بتاعه، بتحاول تعليه او توطيه شويه، كل ما كان اعلى كل ما كان احسن. انا هنا مختار القيمه بتاعته كام، الاربع وحيد اللو دول معناه ان قيمه كده 15. ويتعالوا اوريها لكم في الداتا شيت برده. هتفتح على الكومبارتور موديول، لا سوري الكومبارتور فولتج ريفرنس، الفي سي في ار ار انا هنا مختار القيمه بتاعتها بصفر، فده الرينج اللي انا شغال فيه. اتفقنا ان الرينج ده ليه معادله، ولو كنت حاطط البت دي بواحد المعادله بتاعت الفولت بتختلف، تمام. فالاربع بتات اللو اللي هم من صفر لحد 3 انا حاطط قيمه بتاعتهم ب 15. فعشان تعرف قيمه الكومبارتور فولتج ريفرنس هتعوض يا اما في المعادله دي يا اما في المعادله دي. المعادله دي لو كنت حاطط سي في ار ار بصفر، ودي هتعوض فيها لو كنت حاطط بواحد، انا هنا حاطط بصفر فاستخدم المعادله دي. في الاربعه بيت اللو انا كاتب 15، تمام. فقيمه السي في ار ار بتساوي كام؟ السي في ار سورس سيلكشن دي بتعرف القيمه بتاعتها من البيت دي. انا حاطط في البيت دي صفر، فانا مختار السورس هو الفي دي دي الفي اس اس، تمام. فبالتالي هنا هيكون 5 على 4 زائد كده، انا عوضت في الترم الاول من المعادله، والترم الثاني من المعادله هو القيمه اللي انت كاتبها دي، الاربع بيت فاليو اللي انا كاتبها في الريجستر اللي هم الاربع وحيد، يعني 15 على 32 بتضربها في السي في ار سورس وده 5 فولت، فبالتالي قيمه الفولتج بتاع الريفرنس هو 3.6 فولت. دي قيمه الكومبارتور فولتج ريفرنس اللي انا مختارها، تمام. دي قيمه الفولت يا شباب اللي هو الخط ده 3.6. طبعا انت ممكن تختار القيمه اللي انت عايزها عن طريق انك تغير القيمه اللي كاتبها في الريجستر ده، ولازم طبعا تطلع المعلومات دي من الداتا شيت. بعد كده الكومبارتور موديول انا هنا مختار المود ده 110، والسي اي اس بصفر، والانفرجن بيت برضو بصفر. عشان تشوفوا الكلام ده برضو لازم تروح للداتا شيت وتفتح الكومبارتور موديول وتشوف البيتس دي اللي انا حاطط القيم بتاعتها بتعمل ايه بالضبط. السي اي اس دي اللي بتختار الكومبارتور انبوت بين، انا هنا حاطط البيت دي بصفر، فالكومبارتور رقم واحد اللي انا شغال بيه بياخد الانبوت بتاعه من ار اي 0 بين،
تمام. الدياجرام اللي تحت ده يمكن يوضح الحكايه دي. ده الموديل اللي انا شغال فيه، 1 1 0، والسي اي اس بصفر، فبالتالي كومبارتر واحد بياخد الانبوت من الانالوج شانل 0، وهي دي اللي انا هوصل عليها مين؟ دي اللي هوصل عليها الالكترود او التاتش باد. واعتقد بس على كده لما يحصل تشينج في الاوتبوت بتاع الكومبارتر ده بيجنريت انتربت سيجنال، ولكن انا هنا طافي الانتربت، فانت يستحسن انك تشغل انتربتس، ويستحسن انك تستجيب للسيجنال دي عشان تطفي التايمر، فتعدل الحته دي في الكود. بعد كده دي الفانكشنز بتاعت اليو ارت عشان نطبع رسائل على التيرمينال، ودي بتانيشاليز التايمر موديول عادي خالص. وننزل بعد كده على التاتش سنس فانكشن، ودي المعرف فيها اخر خطوتين، دي اللي بتعمل اكوزيشن للتاتش باد بتاعي. بتعمل ايه؟ بعمل فلاش للتايمر او بصفر القيمه بتاعته، بطلع التشارج بين هاي عشان ابدا اعمل شحن الالكترود، وفي نفس الوقت بشغل التايمر موديل وابدا اعد الزمن، وافضل مستني الكومبارتر واحد اوتبوت. الكومبارتر واحد اوتبوت بدي لما تنزل صفر، يعني عند اللحظه دي، عند اللحظه دي يا شباب. ففي الحاله دي اعمل ايه؟ في الحاله دي اللوب هتحصل ليها بريك، واروح طافي التايمر مباشره، واخد عدد التكس اللي في تايمر 1، وعدد التكس ده اعمل ليه ترانسفير على اليو ارت، تمام، واشوف عدد التكس ده هل اكبر من الثريشولد ولا لا. لو اكبر من الثريشولد هاخد اكشن اللي هو اعمل توجل للليد، وانا هنا بعمل توجل للليد، وفي النهايه بنزل التشارج بين لو تاني. وده الوصف الكامل سريعا للسيستم بتاعنا. في الحلقه اللي فاتت يا شباب، وفي الحلقه دي انا حاطط ديلي صغير بعد ما باخد اكشن، ده علشان امنع ان يحصل كذا كذا تاتش ورا بعض، ودي مش طريقه صحيحه عشان تعمل سكاننج للبوتنز او للتاتش بادز او غيره. وان شاء الله هيكون في حلقه عن الموضوع ده بالذات، عشان ما فيش حد سالني على الموضوع ده رغم الاهميه بتاعته. الهدف من الديلي ده اني ادي لنفسي فرصه ارفع صباعي من التاتش باد قبل ما يحصل توجلنج ثاني، زي بالظبط لما كنت تدي لنفسك فرصه برده بعد ما تدوس على البوش بوتن انك ترفع صباعك. لما كنتش حطيت ديلي كانت الانفينيت وايل لوب الاساسيه هتعمل كل او هتعمل تشيك كذا مره، وانت لسه ما رفعتش صباعك، فممكن يحصل كذا توجل ورا بعض. الحل الواضح والصحيح طبعا هو ان احنا نستخدم التايمر موديل. انا ما عملتش الحركه دي هنا عشان ما ازودش الكومبلكسيتي بتاعه الكود، وان شاء الله هيكون في حلقه سبيسيفيك عن الموضوع ده تحديدا، وازاي اختار الريت اللي اعمل بيه سكاننج للكيز او للتاتش بادز. وهعمل كومبايل للكود وهاخده على المايكرو كنترولر، ونروح نعمل تيست للسيستم بتاعنا. دي الديجيتال اي او بين اللي بستخدمها عشان اعمل تشارجنج، ودي الار اس، وده الكاباستور اللي انا ضايفه عشان ارفع البيز كاباستنس. وممكن طبعا نشيل الكاباستور ده برده مفيش مشاكل. وهنا انا موصل الالكترود بتاعي، ومن نفس البين بتاعه الالكترود انا واخد الانالوج فولتج على شانل رقم 0، وهو ده الانبوت بتاع الانالوج كومبارتور، والاوتبوت بتاعي بيطلع على ال اي دي اللي هناك دي. ونبدا نعمل تيست للسيستم بتاعنا. طيب تعالوا نغير الالكترود. زي ما احنا شايفين يا شباب، برضو لما بمسك الاليجيتر الليد بتفضل تعمل توجلينج، وده بسبب الثريشولد. ممكن اصغر الثريشولد علشان ما تحصلش الحكايه دي. وزي ما احنا شايفين يا شباب، السيستم بتاعنا شغال بشكل صحيح. ودي كانت طريقه تانية غير استخدام الديجيتال اي او بينز بنستخدم فيها الانالوج كومبارتور. وان شاء الله في الحلقه القادمه هنشوف طريقه تانية بنستخدم فيها الانالوج شانلز برضو، وبعتبرها الطريقه المفضله ليا. فستي توند. في الكونكلوجن بتاعه الحلقه دي هو تقريبا نفس الكلام بتاع الحلقه اللي فاتت، ولكن الاختلاف ان هنا بنستخدم انالوج كومبارتور، واستخدام الانالوج احسن من استخدام الديجيتال لوجيك، لان الانبوت ده مش ديجيتال، الانبوت ده هو انالوج فولتج، واستخدام اي انالوج موديول هيكون ليه طبعا افضليه على استخدام الديجيتال اي او بينز. والحلقه القادمه ان شاء الله هيكون فيها برضو انالوج تكنيك، ويعتبر اشيك سوليوشن ممكن تقوم بيه علشان تمبلمنت كاباسيتيف تاتش سنسنج من غير ما يكون عندك هاردوير موديول ديديكيتد للموضوع ده. اشوفكم ان شاء الله الحلقه القادمه، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله.